نروحوا حتى شي حاجه. حنايا الوزاره خدات القرار ديالها وعبرت عليه بوضوح ومهيئه لجميع السيناريوهات، تعليم عن بعد 100% ولا تعليم حضوري 100% او لا المزج بيناتهم معلوم. ما كنهربوش من مسؤوليتنا. لا غدا جاو 100% الحضوري، عندنا التصور ديال الحضوري داك الساعه وندخلوا في هذا التفصيل. غنقسموا الاقسام، عندنا قسم ديال 30 قسم 40، قسم 40 غادي نقسموه على جوج باش ما نتزوجوش 20. علاش؟ باش لابد خصنا نحترموا التباعد الجسدي ديال متر الامام متر الوراء متر على اليمين وعلى اليسار، ارتداء الكمامه، التصوير في الدخول وفي الخروج، تعقيم، النظافه الجسديه، التهويه. وحسب احنا ما قلناش 20 ولا 15 بحال اللي قال السي عبد المجيد. لماذا؟ لان مساحه الحجر كتختلف بين العمومي وبين الخصوصي وبين العمومي في حد ذاته. احنا تقريبا عندنا واحد 50 حتى 60 متر مربع، ماشي هو الوضع اللي كاين في الخصوصي. لهذا كنقولوا متر من القدام من اللور على اليمين وعلى اليسار، هذا هو الاساسي والتهويه. دونك غادي نقسموا القسم على جوج ديال المجموعات، وكل مجموعه غتجي نهار ومجموعه غتجي نهار اخر. الاثنين الاربع الجمعه مجموعه، والثلاث الخميس السبت مجموعه اخرى. عوض هذا الشيء كنديروا ديال 100%، عوض نديروا 30 ساعه بالنسبه للتلميذ كياخذ 30 ساعه في الاسبوع، عوض ناخذ 30 ساعه غياخذ 15 ساعه في حضوري، وغيكون عنده واحد الاهميه كبيره. وغنضطروا باش 15 ساعه الاخرى غتكون في المنزل عبر ما نسميه بالتعلم الذاتي مؤطر من طرف الاستاذ. جيتي اليوم عندي الاثنين غنقرا معاك وغنعطيك شنو غتشتغل عليه نهار ثلاث باش فاش تجي الاربع غنواكبك. الغلاف الزمني للاستاذ هو 24 ساعه في الاسبوع، ما غاديش يتزاد ساعه في المكانه. الاستاذ بتنسيق مع مدير المؤسسه اما غيدير حضوري 100% او لا عن بعد 100% او غيمزج بيناتهم. وهذا واش غندخلوا في هذا الشيء بين الاستاذ والمدير؟ كيكون هذا الاختيار ديال الاستاذ وتنسيق مع المدير، وضروره ايضا الخدمه على المستوى ديال المؤسسه. لهذا ايضا مره اخرى هذا الشيء البيداغوجي ما يمكنناش ندخلوا فيه، لا انا وزير ديال القطاع او لا حد اخر. كاين ذوي الاختصاص، كاين مفتشين، كاين الاساتذه، كاين مديرين المؤسسات اللي تبارك الله هذا شغالهم وعندهم ما يقولوا في هذا الشيء. وهاد السلطه اللي خولنا لهم في اطار مجالس التدبير والتنسيق بالاساتذه هما غتزيد تعطيهم قوه اكثر باش يقترحوا الحل الانجع لتدبير مؤسستهم. كل مؤسسه سيتم تدبيرها حسب الخصوصيه والوضعيه الوبائيه ديال ذاك المنطقه هذه. المؤسسات الخاصة الخصوصية، هاد الشيء اللي درنا سي جمال حيت انت اللي اكدت عليها مع سي رشيد، المؤسسات الخصوصية هاد القرار اللي تم اتخاذ ديالو غيطبق على التعليم العمومي، المؤسسات العمومية والخصوصية والبعثات الأجنبية بنفس الدرجة. هانت الدليل هو واحد المؤسسة خصوصية في دمنات مشات نشرات في الموقع الالكتروني ديالها واحد الاستماره، ديك الساعه فورا طلبت مدير الاكاديميه باش يحيدوها، حيدوها ديك الساعه. كاين استماره وحده اللي كتدور هي ديال الوزاره، هي الرسميه صافي. البوابه الالكترونيه ديال الوالي اللي درنا ايضا غادي يتم الاستفاده ديالها من طرف المؤسسات الخصوصيه. المؤسسات الخصوصيه اليوم كنقولها وكنأكد عليها من هذا الموقع بان ما غاديش يمشيو للحضوري، لازم عليهم باش لابد يوفروا تعليم عن بعد. قبل ما يوفروا الحضوري خصهم يوفروا تعليم عن بعد. لكن الاختيار ديال واحد العدد الاسر يديروا التعليم عن بعد، خص المؤسسه العموميه الخصوصيه توفر التعليم عن بعد قبل ما تستضف تلاميذ اخرين في الحضوري. الرسوم لا
الوغ حنا كنهضروا في اطار القانون، انتم كتحترموا القانون. اليوم ما عنديش سند قانوني اللي غندخلوا في الرسوم ونقول له الله يخليك دير له 10% ولا دير له 20 او غادي دير تعليم. هذا الشيء ماشي اي حنا كنشتغلوا. سي جمال، استدعينا جمعيات اولياء التلاميذ في شهر يونيو ودرنا اجتماع وعطونا واحد الورقه واحد المساهمه ديالهم. استدعينا المؤسسات الخاصه خصوصيه وكنشتغلوا على القانون 060 باش ان شاء الله خلال هذا الشهر شو تلميذ كنا غنبداو هذه اللجنه وغادي نشتغلوا عليه باش في هذه الدوره الخريفيه لا 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 خرجناه غادي نكونوا توفقنا. وهذا الامر كان متفقين عليه كاملين بينا وعبرنا عليه، عبرنا على الرغبه ديال باش التأطير ما يبقاش فقط تأطير تربوي ويكون اشراف كلي على التعليم الخصوصي بما فيه الرسوم بما فيه التامين. بعد التامين اي سي جمال بالنسبه للتامين، بالنسبه للتامين وضحنا الامر، قلنا التامين درنا واحد لا كونسلطاسيون مع الشركه ديال التامين، قال لك بينا اقصى تقدير هو 50 درهم. قلنا الله يخليكم خصنا خانه فيها التامين 50 درهم، بغيتي تفرضوا رسوم اخرى اللي هذا ما تربطوهاش في التامين. اييه المهم زعما كنقول دونك هذا الشيء اللي درنا على اللي لزمنا عليه المؤسسه العموميه غتكون على المؤسسه الخصوصيه. لابد المؤسسه الخصوصيه ما يمكن لها تستضيف تلاميذ حضوريين حتى توفر التعليم عن بعد، لان في البلاغ الاساس هو التعليم عن بعد. البعثات بتنسيق وطيد مع الاسبانيين والامريكيين والفرنسيين والبلجيكيين، خداو الاستماره ديالنا وترجموها حرفيا وغادي يتم العمل بها بنفس الطريقه. تحليلات غير وارده. لا ما كايناش، ما عمرنا ما قلنا هادي، راه الغينا راه درنا تكذيب، قلنا بان بلاغ مفبرك، ما كايناش هادي السي جمال، شتي؟ ما تبقاش تثق داكشي اللي كتشوف. لا ودخل الموقع ديالو غتشوف بان راه درنا مفبرك. واش كيفاش غندير كيفاش غنلزم هنا على الاساتذه يمشيو يديروا اليوم شنو كاين؟ حسب شوف سي جمال حسب الاختصاصات ديال الساده الولاة العمال اللي تعطات لهم في المرسوم بقانون ديال حاله الثوره الصحيه، الساده العمال والساده الولاة يمكن لهم يفرضوا على الاساتذه اللي تنقلوا، لان بحال دابا نعطيك غير على سبيل المثال قلميم 80% الاساتذه جاوا من المغرب كاملين، دابا غيدخلوا باش يلتحقوا بالمؤسسه ديالهم، يمكن السيد الوالي يفرض عليهم يديروا التحليل، ولكن الدوله اللي كتحمل. ما عمرنا واش غنطلبوا الاستاذ تفرضوا علينا حنايا عبء تحليله ابدا. دونك هذه كتبقى في اطار الاختصاصات ديال نعم. لا حباس مزيان اللي فكرتيني الاستاذ كريم. اليوم الاساتذه في الحجر الصحي كان وضع اخر، كنا شجعنا تيلي ترافاي لان كاين حجر صحي، فهمتيني؟ في الاول راه الاسبوع الاول حتى حنايا راه ما مشيناش لان حجر صحي ما كاينش، ومن بعد السيد رئيس الحكومه طلب منا باش نبقاو نلتحقوا بالمكاتب ديالنا، ومن بعد ولينا المسؤولين على المديريات والكتاب العامون حتى هما بداو يلتحقوا وبدينا كنشتغلوا بطريقه حضوريه، ولكن واحد العدد الاساتذه والمفتشين داروا لو تيلي ترافاي. اليوم ما كاينش حجر صحي، الاساتذه والاطر الاداريه والاطر التربيه خصهم يتواجدوا في المؤسسات. دونك الربط الانترنت متوفر من المؤسسه، عندنا تقريبا في كل المؤسسات 85% من المؤسسات قاعات متعدده الوسائط اللي فيها الحواسيب واللي فيها الربط الانترنت، واللي ما كانش فيها غادي نديروا لها. دونك الاستاذ ما عنده علاش يخسر من جيبه، يجي للقاعه ويتواصل مع التلاميذ ديالو لا كان هو غادي يدير التعليم عن بعد. هذه من جهه. الو كاين واحد الامر اخر ما شفت فيكم ما قالوا وما لاحظتيوش، هاد الوليدات اللي غيديروا التعليم عن بعد العام اللي فات فوقاش درنا التعليم عن بعد في نص السنه، كانوا التلاميذ كيعرفوا الاساتذه ديالهم تلاقاو مع الاساتذه ديالهم، دابا لا
دابا انتقلوا للاقسام، باقي ما كيعرفوا الاساتذه. دونك غننظموا لقاءات مع الاساتذه لمجموعه مخففه ايضا، باش يمكن يكون داك اللقاء الاولي قبل ما يديروا التعليم عن بعد في المنزل ديالهم. الوغ ارتداء الكمامه، هذا واحد نقاش كبير، واحد نقاش كبير كان مع السيد وزير الصحه والسيد وزير الداخليه، وطلبنا من السيد وزير الصحه اللي هو لا اسمح لي الجانب الامني لا لا وزير الصناعه. شوف اسمع سيدي، وزير الصناعه ايضا، لان الصيف كامل وحنا كنشتغلوا باش نوفروا الكمامات للدخول والكمامات ديال لي طاي اونفون، فهمتيني زعما باش الامور راه متبعينها بطريقه. مشينا سيدي قلنا كيفاش السيد وزير الصحه هو اللي كيتراس اللجنه العلميه. حنا درنا واحد المراسله في شهر يوليوز السيد وزير الصحه، وطلبنا منه الله يخليك راي اللجنه العلميه. الراي الاول اللي كانت تعطانا شنو هو؟ بان اليوم ما عندناش المعطيات الكامله باش يمكننا نعطيكم واحد التصور، هادشي في شهر يوليوز. زعما باش من بعد طلبنا على القضيه الكمامات، الكمامات اليوم كاين لي ريكومونداسيون التوصيه ديال المنظمه العالميه للصحه، كاين واحد العدد ديال الدول اللي اعتمدوا هذه التوصيات. شنو هي؟ التلاميذ الاطفال من 5 سنوات الى 10 سنوات غير معرضين لانتشار الفيروس، موان سوسيبتيبل، واللي من 11 الفوق هم بحالهم بحال من 20 ل 49. دونك لزمنا اجباريه ارتداء الكمامات ابتداء من الخامسه ابتدائي، ما قلناش 11 العام. علاش؟ معلوم كاين اللي بحيث الاعمار مختلفه في هذا، دونك درنا الخامسه ابتدائي، فرنسا جات 11 العام، ما بغيناش حنا لا دارت شي دوله هكا، لا خدينا القرار العلمي وكيفناه مع الوضعيه ديالنا. دونك التلاميذ بين 5 سنين الى 10 سنوات غير داعي باش يرتديوا الكمامه في القسم او في الساحه، ولكن الا كانوا بحال دابا في النقل المدرسي هذه توصيه، لان غادي نقلصوا ب 50% الاعداد ديال 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 التلاميذ في النقل المدرسي، وغادي نضعفوا الرحلات. ما كاين باس الا كانت الكمامه، لان الحافله واحد الفضاء مغلوق، واخا نفتحوا النافذات وداك الشيء ماشي بحال، ولكن في القسم من 5 سنين الى 10 سنوات ما كاين حتى شي مشكل، وهذو دراسات علميه اللي كتوثق هذه الامور هذه.